الحمد لله على الانتصار اللي كما قلتي الانتصار اللي جا في الوقت ديالو من بعد حضر بعض ديال المباريات ربحنا فيهم الحمد لله بلوف انا في هذه المباراه عرفنا كيفاش نجيريو الخصم ديالنا اللي هو خصم قوي اليوم مباراه ديال 3 نقاط اللي خلينا نديروا الضغط على الفرق المقدمه اللي كلشي عرف بلي فريق الرجاء راه فريق جاي والحمد لله حنا هذا الهدف ديالنا هو نتسلقوا المراتب وكنبغي نشكر من هذا المنظر الجمهور اللي اليوم كما شفتوا المركب محمد الخامس كامل كان ورائنا الحمد لله ربي وفقنا وكنبغيو نعطيو 3 نقاط الجمهور ديالنا وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا هذا الموسم. الفيستير ديال الرجاء هذا العام مزيان الدراري كلشي خوت الحمد لله والهدف كما كتشوف الفرقه فاش كتلقى واحد المجموعه اللي قويه راه النتائج كيكونوا في الميدان والحمد لله ربي وفقنا باش نكونوا اخوه وكنا مجامعين ومتجانسين وراه كما كتشوف الفريق راه تبدل 100%. الجماهير كما قلت لك كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم لينا اللي صراحه من اول الموسم هما كيدعمونا واخا ما كانتش النتائج اليوم راه بفضلهم راه حنا وصلنا للنتائج الايجابيه وكنبغيو نهديوهم كاع الانتصارات اللي قدمنا اليوم.